الضباط مرشد مسلح الكابان لمدينة الرباط. مرحبا بكم بطبيعة الحال من خلال الصحفية المتواصلة اللي شاهدناها منذ هذه الأيام لمجموعة من القنوات ومجموعة من الجرائد الإلكترونية. بطبيعة الحال هدفنا هدف واحد هو إنجاح هذا المشروع الملكي الضخم الحمد لله اللي كينطف مجموعة من المشاريع الملكية اللي تنزات بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله وأيده. إذا حنا الآن كنتوالدوا بمسبح الكبير لمدينة الرباط اللي كيتعد معلمة ترفيهية سياحية بواحد المساحة كتقترب 17000 متر كاري. فالحمد لله فيه أربعة المسابح ضخمة. المسبح الأول خاص بالوليدات الصغار اللي العلو ديالو كيبلغ 40 سنتيمتر، متر وعشرين، جوج أمتار ثم أربعة ديال الأمتار. فاحنا الدور ديالنا التشريطي تحسيسي توعوي اللي من خلاله خصنا نحافظوا على هذه المنشأة باش تدوم مدة أطول إن شاء الله. وكنشكروا جميع الناس اللي ساندونا من قريب أو بعيد في إنجاح هذا العرس الترفيهي بقلب العاصمة الإدارية للمملكة المغربية. فالثمن بطبيعة الحال اللي موضوع المسبح هو ثمن رمزي جدا، 10 ديال الدراهم. فكما سبق ذكرت هو ثمن رمزي، بالإضافة إلى ذلك مجموعة من وسائل الراحة وضعينها راه الإشارة ديال المصطفين والزوار والزائرات كما كتشوفوا لي رولاكس لي باراسول. فكما سبق ذكرت هدفنا هدف واحد أننا نجحوا هذا المسرح الكبير، لأن هذا كنشوفوا فيه وجهة ديال مدينة الرباط، وجهة ديال يعقوب المنصور، وجهة ديال المملكة المغربية.